اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج طعم البيوت. صباح الخير والورد والفل والياسمين على احلى مشاهدين مشاهدينا. النهارده حلقتنا مختلفه شويه، ما عندناش فقره فطارك، عندنا موضوع مختلف. هنقدم لحضراتكم طريقه تحضير الاكل، طريقه تحضير الاكل وتخزينه كمان. اي امراه عامله، اي واحده سيده حتى لو قاعده في البيت مش بتحب انها تطبخ كل يوم، بتزهق وفي نفس الوقت بتقضي وقت طويل قوي في المطبخ. احنا النهارده معانا شيف مي، هتعرفنا ازاي ممكن لنا نجهز الاكل ونحضره علشان يتعمل في وقت قليل وبطريقه سهله. ده هيكون موضوع حلقتنا على مدار الحلقه كلها، بس خلونا الاول نشوف ستات مصر بيعملوا ايه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الست المصرية الجدعة دايما جدعة في كل مجال وفي كل حاجة بتاخدها بتقدر انها تحارب. دي كانت اغنيتنا اللي فاتت، وده برضو تقريرنا اللي جاي ان شاء الله. تقريرنا اللي جاي عن سيدات حرب ومرض ما كانش ينفع انهم يتغلبوا عليه، لكن بالارادة وبالعلاج السليم قدروا انهم يحاربوه ويتغلبوا عليه. معرض فني عن محاربات مرض السرطان، خلينا نشوف التقرير ونرجع نشوف مية هتعلمنا ايه النهارده. النهارده معرضنا معرض إرادة، قوة، إرادة، هزيمة مرض، قصة معاناة. اليوم العالمي لمرضى السرطان اشتغلنا فيه بالكامل، ورش لمريضات السرطان أو كما يسمينا أنفسهن محاربات مرض السرطان، وأنتجوا إنتاج أكثر من رائع في الورش الفنية اللي عملناها. الورش دي كلها كانت تطبيقا على مقتنيات المتحف. قررنا إن احنا نوري للناس قصة من قصص المعاناة وعدو اسمه عدو السرطان، ونوريهم قصة كفاح محاربات قد ايه قدروا يهزموا المرض ده بشغل الفن وتحويل طاقتهم السلبية لطاقة إيجابية وفن بجد خلانا كلنا نبتسم وهم كمان تبقى في بسمة على وجوههم. احنا دربنا المتدربين على فن الديكوباش، هو أصلا فن صيني. فالفن ده بنستخدم فيه خامات كتير، الخشب طبعا اساسي شغل عليه، وبنستخدم الازاز وبنستخدم المعجائن وبنستخدم القماش، بنستخدم ماتريال كتير يعني متنوع ما بين كذا حاجه مختلفه، ما بين التابلوهات وما بين الصواني والبوكسات. بنستخدم شغل تعتيق اللي هو بيدي الستايل القديم بتاع زمان ده. بدات معنا المدربه منى سامي، تعلمنا فن الديكوباج وعلمتني حاجات كتيرة، والأستاذة إيمان حماد علمتنا شغل الخرز، والأستاذة ميرفت عادل علمتنا تدوير الخامات والشغل عليها، وده إنتاجي في خلال الفترة اللي فاتت بعد ما اتدربت تحت إيديهم. الحمد لله يعني اتعلمنا وعدت فترة المرض وفترة العلاج، وأنا بدعم أي حد جديد من مرضى السرطان، بكون معاهم وبروح لهم وبزورهم وبوريهم شغلنا. إن احنا يعني ده المعرض ده النهاردة بعنوان إرادة، وكل انسان اللي عنده اراده طبعا يتغلب على اي مرض او على اي محنه هو فيها. بنعمل ورش، الورش ديت ازاي بنخلي الموضوع ان احنا نحول طاقتنا من طاقه سلبيه لطاقه ايجابيه. بندعمهم عن طريق ورش بنعملها. انا كنت بدرب ورشه زي ورشه زي عمل جراب للمصحف. الحمد لله يعني بيخلونا ان احنا نطلع الطاقه اللي عندنا وننسى حاجه اسمها تعب وننسى حاجه اسمها سرطان. Thank you.
رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومنورانا الشيف مي أمين، وزي ما حضراتكم شايفين سفرة طعم البيوت عامرة بما لذ وطاب. هنتعرف على تحضير الأكل إزاي عشان في رمضان ما نتعبش، وفي الأيام العادية كمان هنتعرف كمان على تخزين الأكل إزاي عشان نحتفظ بيه وبقيمته الغذائية. مي ازيك، منورانا. الحمد لله. اهلا بيك. ايه كل الحاجات دي؟ هنعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ يعني كلميني عن المنيو النهارده. باذن الله. هو المنيو ان شاء الله هنعمل مربة الفراولة. أيوة. وزي طريقة تخزين الفراولة، وهنعمل البسلة والقلقاس، تخزين القلقاس والسلق والليمون والبرتقال ان شاء الله. كل ده تخزين. ان شاء البطاطس الله. دي اخبارها ايه؟ لا ده دي حاجه كده ديكور. 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 السلطه ده ديكور. ديكور. حلو قوي الموضوع. الجزره اللي ما هي العين بتاكل قبل البق، فاحنا أيوة. لازم بصي احنا مهم عندنا جدا الالوان. اكيد الالوان وطاقتها الايجابيه علينا. الخضره اللي هناك دي الخس والنعناع الاخضر عامل جو مش طبيعي. هنستخدم الحلل وهنستخدم الخلاط وهنستخدم كل حاجه ان شاء الله. تبقى هنبدا بايه؟ على فكره انا موجوده معاك يعني دراعك اليمين. اي شرف حاجه ليا طبعا. شرف ليا وانا هساعدك على طول. شرف ليا. قولي لي هنبدا بايه؟ هنبتدي بالمربى عشان بتاخد وقت ان شاء الله. هي طبعا الفراوله ده الفراوله موسم الفراوله وسعرها في متناول الجميع وفي متناول ست البيت. يعني احنا هناخد نخزن فراوله ونعمل مربى وكل حاجه. والاطفال طبعا بيحبوها جدا والكبار كمان. والكبار طبعا اكيد، ولا غنى عنها في اطباق رمضان يعني بالليل في السحور دي طبعا. اكيد. عملتي ايه بقى خطوه خطوه كده؟ اول نص كيلو فراوله. تمام. غسلتيه وشلتي الاخضر بتاعه جدا طبعا من الرمله وصفيتها يعني 3-4 مرات كده. اوكي ماشي. وهجيب بعد كده بصفيها حلو قوي ماشي، واشيل الاخضر اللي فيها. وبعدين هجيب بقى في تكه عندنا يا جماعه البنجر. البنجر ده حاجه مفيده جدا وقيمته الغذائيه عاليه جدا. وبالنسبه كمان للفراوله بيدي تيست معاها كطعم وبيدي لون. البنجر من مضادات السرطانات. هنضيف عليها كمان معلقه بنجر كده مبشور او يعني حسب ما ست البيت عايزه يعني. وكوبايه سكر. كوبايه كامله كبيره على النص كيلو. على النص كيلو. كوبايه كامله. كل ما بزود السكر والبنجر. تمام. بس هي كده بتبقى مسكره جدا يعني. يعني لا انا قصدي يعني نص كيلو حطينا كوبايه، لو كيلو هنحط كوبايتين. تمام. بس واحطها بقى على النار، اسيبها بقى على النار لحد ما تاخد مع السكر وبتنزل بقى ميتها خالص. بتبقى بتتهري بقى وتبقى صوص. بتبقى تمام. صوص خالص. هنبتدي بقى بعد كده في البسله. عندي ميه مغليه. عقبال ما الفراوله على النار احنا نعمل حاجه ثانيه. البسله. تمام. البسله عندي نص كيلو بسله طبعا. أيوة. جبتها غسلتها حلو جدا. ويا جماعه اهم حاجه نغسل الخضار اهم حاجه حلو. طبعا. لان في يعني في ناس بتكسل او كده تغسل الخضار بطريقه غلط كويسه جداً طبعا جداً. فده ما ينفعش عشان الولاد الصغيرين والكبار. لازم ان احنا نحافظ على الاكل نظيف. بنقعه في ميه وبنغسله بنحط شويه خل وفي نفس الوقت بيتشطف كويس قوي، يبقى كده احنا مطمنين ان الخضار بتاعنا مغسول حلو. اي خضار اي سلطه. عندي نص كيلو بسله. حسب بقى الجزر، انت بتحبي الجزر كتير ولا قليل؟ في ناس بتخزن بسله يعني بتخزن بسله لوحديها والجزر لوحده، لكن احنا هنخزن الاثنين مع بعض. اوكي. الميه طبعا بتغلي جامد. نزل البسله ومعانا بقى ايه نص ليمونه كده. ايوه احنا ما حطيناش على الفراوله ليمون. لا لا هنحط بس لما تغلي بعدين. أوكي. هنحط نص ليمونه هنعصرها كده على البسله والجزر ونسيبها بقى اول ما تدي غلوه كده نروح شايلينها وحطيناها في ميه المفروض متلجه او ميه ساقعه. يعني مش ميه الحنفيه. لا مش ميه الحنفيه الاحسن، عشان اولا هو الليمون بيحافظ على اللون والميه كمان الساقعه بتحافظ على لونها الاخضر. بيديها صدمه. ايوه بيحافظ على لونها. بس هنعمل بقى طبعا لما تغلي كده هناخدها ونعملها. أوكي. نعمل بقى الثوم ولا القلقاس؟ والله انا بحب الاثنين. ولا البرتقال؟ خلينا في الحلو. نعمل برتقال وبعدين نشوف موضوع الثوم. عايزه البرتقال؟ بصوا بقى بالنسبه لتخزين البرتقال في طريقتين، يعني ايه اللي حابه بقى تعمل الطريقه دي او الطريقه دي. هو جديد فكره تخزين البرتقال اصلا. بس جميل جدا، وبالنسبه ان احنا طبعا رمضان في الصيف. فحلو البرتقال للصيام يعني. عندي بقى بجيب البرتقال بقطعه كده 4/4 يعني. يعني او حسب انت التقطيع اللي عايزاه او نصين او كده. انا عندي السكر ده يعتبر يا جماعه ماده حافظه لوحدها، يعني السكر حاجه مفيده جدا وفي نفس الوقت برضو ماده حافظه.
فاغمسه كده في السكر من الناحيتين واروح شايلاه كده حسب بقى ما انت عايزه ايه الكميه اللي انت عايزاها. من الناحيتين في السكر. الوش بتاع البرتقانه طبعا مش الوش. دي طريقه. اوكي. اهم حاجه بقى في طريقه التخزين ان انا افضي الهواء كويس قوي من اي حاجه انا بخزنها. بطلع كده الهواء واربطها جامد. واربطها جامد الطريقه دي بس. واشيلها ايه عندي في الفريزر. اوكي ماشي. ده كده ايه البرتقال. ده كده طريقه من الطرق. كده طريقه هتعملي كيك. هتعملي مثلا كيك بشرايح برتقال ببرتقال. الولاد حابين ياكلوا كده برتقال. في بقى الطريقه الثانيه اللي انا بعمل عصير البرتقال. دي بقى بجيب ميه مغليه معايا واروح منزله فيها شرايح البرتقال كده. بعد ما الميه تتغلي بحط البرتقال مش بسيبه يتغلي معايا. البرتقال كده يغلي بقى معاها. اوكي. واديله برده معلقه سكر معانا. معلقه مش كبيره. ونص ليمونه عشان يحافظ على لونه ما يسودش مني. هو الليمون ده السر في الحفاظ على اللون للخضار او الفاكهه. كل حاجه ماشي. دي ده بالنسبه للبرتقال. المفروض ان هو برده لما يغلي هنضربه بقى في الخلاط. بس طبعا دي بقى لا من غير يعني هحاول اشيل القشر. لو ما عرفتش هنشيلها بالسكين. بالسكينه نحاول نشيلها. لو ما قدرتيش عايزه تعمليه كده ممكن تعمليه كده. مش هيبقى مر شويه؟ بس لا بس مع السكر بيبقى طعمه جميل. بيدي طعمه نكهه كده البرتقال ان هو قوي نكهه قويه. ممكن بعد كده لما بتطلعيه تخففيه بميه. بيبقى طعمه حلو. طيب احنا عشان ما نزعجش حضراتكم بصوت الخلاط واحنا بنعصر البرتقال هنخرج دلوقتي في تقرير نقدم من خلاله اطباق شهيه زي اطباقنا اللي بنحضرها النهارده ونرجع لكم مره ثانيه. احنا كده خلصنا البرتقال ضربناه هرناه ضرب لغايه ما اتعصر كله بعد ما كنا حطيناه في الميه ويعني حطيناه الميه كانت بتغلي ورحنا مسقطين فيها البرتقال وعصرنا نص ليمونه ولسه ما حطيناه السكر ولا حاجه. بعد ما كان البرتقال تقريبا يعني دخل في الغلوتين كده رحنا مقشرينه وشلنا القشر وعصرناه في الخلاط. وبعد كده مي بقى هتحكي لنا المفروض هنعمل ايه. هنعصر طبعا البرتقال في بوله او في حاجه ونحط بعد كده نخزنه بقى في الاكياس. اوكي. حابه بقى تضيفي انت سكر ضيفي. مش حابه طبعا بتضيفي بقى بعد كده حسب الاشخاص اللي هم بيحبوا سكر ما بيحبوش سكر. يعني الافضل ان انا اشيله من غير سكر وبعد كده اشوف هستخدمه ازاي. في ناس بتبقى عايزه عصير برتقال فريش ما يبقاش فيه سكر. هو كده هيبقى فريش لو نشيله في علبه او في اي حاجه في الفريزر هيطلع هيبقى لونه لسه اورانج وطعمه فريش وطعمه مش هيمرر ولا حاجه. لا 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 مش هيمرر منك. اوكي. دي بالنسبه للبرتقال. انا ممكن استخدمه بعد كده. في ناس بتحب تعمل كيكه البرتقال. استخدمه اخد شويه من العصير احطه بيبقى حلو قوي. هيديني الطعم وريحه الفراوله. طبعا بتغلي وعامله شغل عالي. بعد اقلبها كده واول بقى ما تغلي كده اروح حط عليها عصر عليها نص ليمونه. اوكي. في ناس بتحب ملح الليمون ملح برضو بس انا بستخدم يعني بعمل حاجه اقتصاديه لست البيت ان انا ما بكلفهاش ان هي تجيب حاجه مخصوص. احنا بنتعامل في اللي موجود في البيت. الحاجه يعني العاديه مش محتاجين ان احنا نشتري حاجات من بره. الليمون موجود في كل بيت. الليمون هسيبها تيجي عايزاكي كمان تقولي لي هنخزن الليمون نفسه ازاي عشان ده مهم جدا. هقول لحضرتك هو الليمون في ناس بتخزنه بتعصره وتحطه في قوالب ثلج. احنا بقى الطريقه الاحسن اللي انا نفسي عن نفسي بستخدمها وبيقعد بالسنه. أيوة. ان انا بجيب الليمون بغسله حلو جدا وبمناديل مطبخ بمسحها الليمونه حلوه قوي وانشفها جدا من الميه. تمام. بعدين اجيب كيس واجيب بقى حسب الكميه اللي انا ايه محتاجاها اشيلها كده كيس واخرج برده منه واخرج منه الهواء واخزنه. دي بقى الطريقه دي حلوه جدا وصحيه وبتبقى كويسه والليمون نفسه طعمه ما بيغيرش خالص. وبعدين في ميزه ان انا لما بخرجه بحطه في كوبايه ميه
وميه عاديه، ميه من الحنفيه، من الحنفيه، واطلعها بتبقى طريه جدا، بتعصر لي كل الليمونه اكتر ما هو يعني ناشف. أيوة كده فعلا بيبقى طري جدا وبيبقى حلو قوي، بيدي كميه اكتر. ده بالنسبه للليمون. كده احنا خزننا الليمون وخزننا البرتقال، ما تنسيش في حاجه تانية بالنسبه دلوقتي، القلقاس بقى. طب الاول البسله غليت؟ بس لسه ما غلي، لسه 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 شويه. طيب هتاخد الغلوه بس. ماشي، معانا بقى القلقاس ده يا جماعه. حطيها على العين اللي عندك هناك، دي هتغلي اسرع معايا. ماشي، انت عارفه المطبخ ده بتاعي، فانا خبره في المطبخ. مش قادره احكي لك على الحاجات اللي كنت بعملها في الفطار. جميله، تسلم ايديك. ميرسي، تسلمي. القلقاس بقى يا جماعه، في ناس بتخاف ان هي تشيله، انا بقى مجرباه، بشيله بالسنه للسنه. ايوه برضو بقطعه، مهم جدا. القلقاس بجيبه بقطعه، هو بتبقى طبعا كوره كده كبيره، بجيبه واروح مقطعه حلو، ومعايا برضو مناديل، فوطة مطبخ، ملاية، اي حاجة انت مش محتاجاها، اي قماشة تكون نظيفة جدا، بجيبه بمسحه حلو قوي، واروح بعد كده مقطعاه حسب يعني المكعبات اللي انا كبيرة صغيرة الحجم اللي بحبه في الاستخدام، واروح جايباه واروح شايلاه، ما بحطش بقى عليه ولا ليمون ولا اي حاجة. غريبة، اروح شايلاه. في ناس تقول لك اصوري على القلقاس ليمون عشان ما ينزلش الزيت. لا لا، ده لما نيجي نعمله، لما نيجي واحنا في الشوربة نحط عليه نص ليمون عشان ما ينزلش السائل بتاعه. ده بقى بيقعد معاكي مثلا من يعني كتير، ممكن بيقعد من السنة للسنة، يعني انا بعمله من رمضان لرمضان، حسب بقى الكمية اللي انت هتاكليها، حسب الأسرة. في الكيس بعد ما قطعتيه وبعدين واشيله بقى كده، اطلع برضو منه الهواء. اهم حاجة في اي تخزين على النار بره النار، ان انت تطلعي من الهواء، من الكيس. هو ده اهم حاجة في التخزين. تمام. بس لا، وفي دلوقتي كمان حاجات، اجهزه بتحطي وتفردي كده يطلع لك، وفي اكياس معينه بتبقى يعني كل واحد حسب اللي هو متعود عليه وحسب امكانياته. وبعدين تخلي الحاجه مبططه كده عشان مفروده ما تاخدش المكان في الثلاجه. ماشي، هنعمل بقى السلق بتاع القلقاس. الفراوله دي انت متاكده ان احنا لسه هنسيبها تغلي شويه؟ الفراوله المفروض ان احنا هنوطي عليها، هي المفروض بنوطي بقى عليها طب انقليها على العين دي، هتبقى اوطى. مش قلت لك بوتاجازي وانا عارفاه؟ خليك قادره بقى. السلق بقى في طاسه عندي. أيوة. تكون من غير ماده، اي ماده دهنيه. بجيب السلق بغسله حلو وبنشفه جد حلو جدا، ومعاه كزبره وشبت وفصوص توم. واروح منزله فصوص توم صاحيه كده، انت قطعتيها عشان احنا المفروض بعد كده بنفرمه. بحطه بقى. تمام. في الطاسة. اوكي. بيتحط بقى على النار، بياخد بقى طبعا وقت نص ساعة، حسب الوقت، حسب البوتاجاز عندك عامل ازاي. بس ويدبل بقى ويصغر كده، يدبل بقى خالص، واجيبه اروح فرماه في الكبة عندي، وحط عليه شويه ميه واشيله. بس يا جماعه يا ريت ما تحطوش زيت او سمنه او اي ماده دهنيه، لان الماده الدهنيه بتعمل بيتفاعل معاه، بتغير لونه وبتغير طعمه، تخزين كده بتبقى مش حلوه. بتغير طعمه. فاحنا دلوقتي بقى هنسيبه بقى على النار لما يخلص. مش هنسيبه نص ساعه يعني، احنا هنتخيل ان هو يعني ونعبيه في اكياس حسب الكميه اللي حضرتك عايزاها ونشيله. انا بفرمه في الكبه، يعني الخطوات اول مية. حاجه بيتقطع معاه شبت وكزبره خضراء واثنين فصين توم. لا، اربعه. اربعه على قد ايه يعني؟ يعني انا بجيب حزمتين مثلا. لا، هي دي حزمه عليها نص حزمة شبت، عليها نص حزمة كزبرة. لو زودت بتاني لو زودت مشكلة. لا، حسب الكمية اللي انت هتشيليها اصلا للقلقاس. حسب انت هتشيلي قد ايه للقلقاس. بتجيبيها بقى كلها بتعمليها، وتحطي بقى عليها اربع فصوص توم، او حسب بقى التوم انت عايزه توم كتير ولا بحطهم هم ينزلوا ميتهم، ما بحطش لا زيت ولا سمن ولا زبده ولا اي حاجه. ينزلوا بقى ميتهم، بعدين اجيب الكبه اضربها فيها مع شويه ميه صغيرين. واحطها بقى في كيس، في كيس، واخرج برده الهواء. كيس بلاستيك ولا ممكن احط في علب؟ ممكن علب، اللي عنده علب طبعا. حاجه بس العلب هي مشكلتها بتاخد مكان في الثلاجه. هي دي المشكله يعني. او في الديب فريزر عامه، فانت عايزه حاجه تبقى ما تاخدش مكان ويبقوا مرصوصين فوق بعض، فده احسن. تمام. احنا الفراوله طبعا المفروض ان احنا بنسيبها على نار هاديه كده لحد ما تشرب من الميه بتاعتها، والميه
ونص ليمونه. بص هنجيب بقى دلوقتي ده جيلي، ده جيلي المفروض ده جيلي فراوله طبعا متوفر في السوق موجود. طبعا في ناس بتحط جيلاتين بس انا بفضل الجيلي. حلو وبيديها لمعه حلوه قوي، بيديها لون طبعا حلو، وكطعم برضو الاطفال طبعا بيحبوه جدا. ده 2 باكت جيلي تمام على نص كيلو فراوله. على النص كيلو فراوله وكوبايه السكر. الجيلي بيبقى محتاج يتقلب كتير، لازم افضل اقلب كده باستمرار ويديني بصوا التقل. بيديني كده بيتخن ماده الجيلاتين فيه بتعمل الماده اللي هي بتبقى في الفراوله بقى. تمام. اللبن ده هنعمل بيه ايه؟ هنعمل صوبيا بالفراوله. واو جديده، ده مشروب رمضاني. ده الصوبيا دي ده اختراع. وده اللبن ده اللي انا هدوه دلوقتي على فكره. يعني كل ده مش هاجي جنبه، لكن الصوبيا بالفراوله دي. الصوبيا بالفراوله. اوكي احنا ممكن نشيل السبانخ خلاص بما اننا خلاص مش هنولع عليها دلوقتي عشان الوقت. السبانخ بتتشال بنفس الطريقه؟ السبانخ لا، السبانخ برضو بتتحط في ميه بتغلي ولازم عشان لونها لونها ما يغيرش. ميه بتغلي؟ ميه برضو بتغلي زي البسله. احنا البسله طبعا هنا يعني بصي حتى لونها لسه لونها خضرة. خضره ادها لون حلو. طبعا هنصفيها. حسبي الميه. اتخيل بقى يا جماعه عشان احنا طبعا هنا الامكانيات. ممكن ترجعي الميه في الحله مثلا؟ ماشي اوكي. اوكي احنا دلوقتي بنشيل البسله عشان نبدا ان احنا نخزنها في الكيس. عقبال ما نعمل عمليه تخزين البسله خلينا نخرج في تقرير نشوف من خلاله الرياضه واهميه ممارسه الرياضه وكمان مخصوص لعضلات الظهر والاكتاف. خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم نتعامل مع البسله. هنشرح بعض التدريبات الخاصة بعضلات الإيدين وإزاي هنعمل إطالات لعضلات الإيد. دلوقتي هنشتغل تمرين خاص بالمرونة للذراع الأيمن. 1 2 3 لازم يكون دائري. الذراع الأيسر 1 2 3 4 للخلف الذراع الأيمن 1 2 3 أهم حاجة الكور بداية تكون مفروض على الاخر. 6 7 8 9 10 هنعمل بعض الاطالات بالوقت الكتف. شد ايدي، افرد ايدي على الاخر اليمين، ايديا الشمال هتيجي عند كوع ايدي اليمين واضغط بيها لجوه على جسمي. 1 2 3 4 5 ايديا الثانية 1 2 3 4 5 نعمل اطاله ثانيه فوق. ده اللي ورا لازم اهم حاجه ايدي تكون مشدوده مفروضه ورا. ايديا الثانيه عند كوعي خلف راسي واضغط لورا. 1 2 3 4 5 ابتدي اشتغل اطالات لكف الايد مفصل امامي. 1 2 3 4 5 ايدي الثانية. 1 2 3 4 5 ده الاثنين عند كتفي. اشتغل دائري الامام. 1 2 3 4 5 في الخلف. 1 2 3 هنا تركيز على مفصل الكتف. 5 فك كتفي. 1 2 3 4 5 دائري. 1 2 3
4 5 من خلف 1 2 3 4 5 تنشر شوية تقويات 1 ده اتنين قدام ده بتطلع وتنزل الفروق ما بينها بسيطة جدا 2 3 4 5 الجانبي 1 2 3 4 5 وبكده عملنا بعض الحركات الخاصة بعضلات الإيد. ارتحنا شوية وعملنا شوية تمرينات رياضية ورجعنا لحضراتكم مرة تانية علشان نعمل الطماطم والثوم وسوبية الفراولة. هتعملي ايه يا مي دلوقتي؟ انا عندي المية غليت، ازاي اخزن الطماطم؟ اوكي، هجيب مية مغلية هنزل فيها الطماطم كده نص كيلو طماطم برضو حسب بقى انت الكمية. طبعا الطماطم دلوقتي رخيصة يعني، الطماطم موجودة وسعرها كويس، وسعرها حلو، كانت غليت ودلوقتي بقى سعرها كويس. وعلى العموم احنا عرفنا الطريقة اللي احنا بنعملها على طول. الريس قال الحاجة اللي تغلى استغنوا عنها، سعرها هينزل، فالحاجة اللي ما تعجبكوش سعرها ما تشتروهاش. هنحط عليها نص معلقة سكر، أيوة، عشان ده طبعا السكر احنا اتفقنا ان ده مادة مخزنة يعني. أيوة. تخزين. بصي انا بساعدك، بعمل عمل فظيع ان انا بزوق الكاس بتاع الفراولة والسكر. تسلم ايديك. ونص ليمونة، وممكن اكل الفراولة كمان، وشوية نص برضو معلقة كده ملح حسب بقى الكمية. انت لو هتعملي كمية كبيرة طبعا بتاخد معلقة من كل حاجة، معلقة سكر، معلقة ملح، ليمونة كاملة، عشان احنا طبعا الكميه عندنا هنا قليله، فهناخد نص معلقه صغيره من كل حاجه. حطيناها في الميه المغليه. والسر برده يا جماعه في البنجر، هقول تاني السر في البنجر، البنجر برده احطه معاها حاجه عايزينها تبقى حمرا عشان ومفيد في نفس الوقت، وما يعني اطفالنا برده يعني جسمهم محتاجه. اوكي، بس ونسيبها طبعا ايه تغلي. هي عمليه الغلي دي يعني الفايده منها ان هي بتقعد اصلا في الفريزر وقت طويل، وان هي ان انا بقدر اقشرها بدل ما اطلعها اجي اعصرها الاقيها بقشرها، لا هتديني معايا هتتقشر معايا بس كل سهوله. بس هنعمل دلوقتي عصير الصوبيا. عندي صوبيا باودر. الصوبيا الباودر دي من العطار؟ من العطار، او بتتباع جاهزه حد مضمون. في السوبر ماركت. يكون حد مضمون اهم حاجه. بتتباع جاهزه في السوبر ماركت صوبيا بودر. وعندي فراوله. الفراوله دي بقى حاجه حلوه قوي يعني مع الصوبيا، بتبقى طعمها حلو. ده فكره جديده انا ما جربتهاش ابدا، مع اني انا شاربي الصوبيا طول الوقت. في صوبيا بالمانجا برضو بتبقى تحفه. بقى حلو قوي كده. انت حطيتي ده لبن؟ ها، ده لبن. عايزه بقى هتفرق بقى بودره ولا لبن مية. حليب يعني، والسكر طبعا حسب الكميه اللي انت عايزاها. اوكي، الناس طبعا بتعمل دايت، المشروب ده قاتل يعني ما تشربوش. الناس اللي بتعمل الدايت بتاعنا احنا تشربه عادي على فكره. احنا بنعمل دايت بالزبده والسكر وكل حاجه. ايوه، بنضربه في الخلاط وزوقنا الكاس بتاعنا، حطينا الفراولات كده على طرف الكاس عشان نعمل شكل ديكور. والصوبيا جايه لي. الصوبيا دي حضراتكم هتتفرجوا عليها، بس انا اللي هشربها دلوقتي. بسم الله. واو. انا بسيب الفراوله قطع قطع، ما بضربهاش قوي عشان احس بطعمها بالحاجه. أيوة، تبقى حاجه فيها قطع. مع حاجه كل عصير لما بيبقى فيه قطع بيبقى حلو. تمام. واو، وريحتها تجنن. في بقى حاجه سريعه كده، شويه الفراوله دول ممكن برضو نستعملهم نخزنهم. هنخزنهم ازاي؟ نغمس الفراوله كده بالسكر زي ما عملنا في البرتقال. زي البرتقال بالظبط. الطريقه دي بقى حلوه جدا، بتحافظ على الفراوله، بتغلفي كده الفراولايه كلها بالسكر. مش بعصر ليمون ولا حاجه؟ لا لا، ما بعصرش ليمون، واشيلها بقى كده بعد ما بخلص بقوم حطها في كيس وبطلع منه الهواء واشيله في الفريزر. طيب حلو، خليني انا اكمل لك الفراوله وقولي لي الطماطم بقى عشان نلحق. عايزين طبعا نلحق اكتر حاجه كده. المفروض ان هي تغلي. ماشي، طبعا هنقول ان هي غليت، هاجي اشيل القشر. اوكي، هنحط
بتشيلي القشره بتاعه الطماطم. بصي يا جماعه القشره بتطلع اتشالت لوحدها. اتشالت لوحدها. احسن بقى ما لما اجي اعصر. عايزه ايه؟ كل الادوات بتاعتنا موجوده. بصي بعيد شويه عشان احنا استخدمنا المطبخ النهارده الحقيقه استخدمنا كل سنتيمتر في المطبخ. و بصي سهله التقشيره اهي، ما بعصرش بقى، بوفر يعني ايه وقت اللي هو العصر اللي هو ان انا لا بصفيها تصفيه. اوكي بس اهي كده واروح ضربها بقى. بصوا شكلها عامل ازاي بقى. خلاص كده هتتضرب في الخلاط. هتتضرب بقى في الخلاط واحط عليها شويه سكر وشطه بقى، اللي حابب يحط شطه، اللي حابب يحط فلفل احمر للصوصات بقى، صوص البيتزا، للكشري، للحاجات اللي هي الاكلات بتاعتنا اللي هي بيبقى فيها شطه بحط عليها شطه. بسيب بقى شويه بشطه وشويه من غير شطه. أوكي. على اساس لما اجي اطلعها ابقى عارفه يعني ايه عندي، تبقى سهله ان انا اطلعها اتعامل معاها بالست المصريه. طب هتعملي لنا ايه في التوم؟ التوم بقى التوم طبعا رخيص دلوقتي. بصوا انا شاطره ازاي وعملت تطبيق عملي للاليت ومي. حطيت الفراوله عليها السكر وبعدين طلعت كل الهواء وبعدين هربطها بعد ما طلعت الهواء طبعا، وبعدين من غير ما تتفعص عشان لو ضغطنا عليها جامد هتبوظ كده. وحطيناها، تخيلوا معايا ان ده الفريزر بتاعنا، فاحنا كل حاجه بنخلصها بنحطها في الفريزر. التوم بقى بجيب التوم، احسن توم للتخزين الفارم اللي هو الابيض مش الاحمر، بجيبه بقشره من فوق، من التوم من فوق ومن تحت بقشره كده واروح مقطعاه طبعا حسب الكبه اللي عندي. واهم حاجه في التوم الملح. الملح هناخد صوبيا. اهم حاجه في التوم الصوبيا يا جماعه تحفه. حاجه جديده حابه بقى احط شطه، احط كمون للسمك، دي برضو طريقه، دي حاجه اختياري يعني للي عايز. بتحطي عليه حاجه يا مي عشان يتضرب؟ لا هو الملح بس. ملح ما بتزوديش ميه، ما بتزوديش حاجه. لا 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 حطيتيه بقشر. ما هو بيبقى طري فالمفروض ان انا ايه طبعا هي الكبه عندنا صغيره شويه. بس المفروض ان انا بضربه فيها ويطلع بقى برضو بخزنه في اكياس وبططه بقى في الاكياس وبقسمه بقى بالسكينه كده. هوريكم برضو بس ايه شويه إيه؟ كده يعني ممكن لما نفرمه. صوته صعب بقى. واو ده ايه الدخان ده؟ لا ده دخان التوم. بصوا انا المفروض ان انا لما اجي اخزنه بقسمه كده بالسكينه تعملي عشان فاهمين. عشان اللي هو ايه يبقى بلوكات كده. ان انا بالسكينه ما بيتغيرش لونه في الفريزر. لا ما هو الملح بيحافظ عليه لون. بس عارفه لانهم كانوا قايلين ان الثوم لو اتغير لونه بيتقلب يعني مواد مش مستحب استخدامها. لا لا ما بيغيرش. الملح هو اللي بيخليه لونه ما يتغيرش. بيخلي لونه ما يتغيرش معانا. وطبعا هو انت عايزه تحطيه في الكيس وتقسميه بحيث ان انا اقطع قالب مكعب مكعب كده يبقى سهل معاكي في طريقه التخزين وفي نفس الوقت في الاستخدام. بس ده بيغنيني عن بودره الثوم. ده كده انا عندي الثوم جاهز وطبيعي فريش محطوط في الفريز ولونه ما بيتغيرش عشان حطينا عليه ملح. مهمه المعلومه دي. الشيري توميتو دي ايه؟ دي بقى حاجه لا ده كنا جايبينه كده ديكور ديكور تزيين يعني. وطبق السلطه ده برده المربى. بصوا بقى يا جماعه المربى بصوا عامله ازاي يعني. واللون طبعا الجيلي اللي احنا حطيناه خلى اللون احمر قوي يعني. والبنجر طبعا البنجر خلاها تبقى احمر غامقه والجيلي هيخليها فيها صوص تخين. لان الناس بتحب وهي بتاكل المربى يبقى زي ما في فاكهه يبقى في جيلي حواليها. فالجيلي اللي احنا حطيناه ده خلى فيه سمك وفيه تخن في الصوص بتاع الفراوله وفي نفس الوقت ريحتها حلوه قوي قوي. والبنجر خلانا اللون الاحمر يبقى زياده. طبعا انا قلعت جوانتي لاني بطلت اساعد خلاص. انا تعبت في المساعده النهارده وعايزه استمتع بطبق بالكاسه السوبيا بالفراوله.
احنا طلعنا البسله بعد ما غليناها حطيناها في ميه ساقعه. حطيناها في ميه ساقعه ماشي من الفريزر، ميه بتلج يعني ميه ساقعه، المهم ان هي تبقى ساقعه مش من الحنفيه. واجيبها بقى احطها طبعا حسب الكميه، كم فرد في البيت. اكله قصدك؟ اوكي، ممكن تستخدمي الكبشه. دي حسب الكمية اللي أنا ببقى محتاجاها، وطبعا دي سهلة بالجزر على طول. ست البيت بس ما عليها ان هي هتطلع كيس من الصلصة وتحمر بصلة، او لو عايزاها ني في ني طبعا ما تحمرش بصلة وتطلعها كده. حلو كده، خلاص كده كيس اتملى. ده على قد أكلة، برضو احنا في رمضان ما بنحتاجش خضروات كتير، يعني ما بنحتاجش برضو ان انا اعمل، هو احنا بنعمل اكل كتير قوي ما بيتاكلش كله. طبعا فبرضه بنصفي منها الهواء كله. طلع الهواء كده. بصوا بقى بيبقى لونها اخضر ازاي يا جماعه، وبيبقى شكلها حلو قوي. فعلا هي خضراء والجزر محتفظ بلونه برضه. والليمونه اللي احنا حطيناها نص ليمونه دي بتحافظ على لون خضره. انت عارفه ان انا ممكن استخدم البسله والجزر ده سوتيه؟ يعني مش لازم يتطبخ. مش لازم، لا كل حاجه. طب انا ممكن اعمل نفس الطريقه دي مع الكوسه مثلا، مع الفاصوليا الخضراء؟ لا، مشكله الكوسه ان بتنزل ميه فما ينفعش تتخزن، ما بتبقاش حلوه. طب البروكلي؟ البروكلي برضو يعني حسب، يعني ما يقعدش فترة كبيرة في الفريزر او في التلاجة. في ناس بتحب تحط مع السوتيه قرع عسلي او بطاطا. بنعمل كده برضو لو عايزين نخزنها بنفس طريقة القلقاس. هتتقطع كويس وتتمسح كويس جدا. قوي. احنا ما عملناش القلقاس حاجة على فكرة، ولا عصرنا عليه ليمون ولا سلقناه ولا اي حاجة، بس قطعناه ونشفناه كويس قوي وبعد كده حطيناه في كيس وفرغنا منه الهواء. نفس الطريقة ممكن تستخدم مع البطاطا، ممكن تستخدم مع قرع العسلي. اللي عايز يعمله حلو، اللي عايز يعمله في السوتيه هنخزنه زي القلقاس. البرتقال خزناه باننا حطينا عليه سكر ونقعناه في مية سخنة وقشرنا جلده، لو عصرناه، لو ما عصرناهوش بيتشال بقشره كده. الليمون نظفناه كويس قوي، غسلناه ونشفناه بفوطة قطن، وفي نفس الوقت حطيناه في كيس وفرغنا منه الهواء. وقالت لنا مي ان في طريقة تانية، ان احنا نحطه في، نعصره في قوالب التلج ويتشال القوالب مع بعض. الفراولة حطيناها زي البرتقال في السكر من كل ناحية وفرغنا الهواء من الكيس وشلناها. البسلة سلقناها تقريبا في مية مغلية جامد، وبعدين رحنا ما حطيناش ليمون. البسلة لا، حطينا نص ليمون عشان اللون، عشان اللون يحتفظ بيه، وفي نفس الوقت برضو فرغنا الهواء. طب احنا حطينا ايه ملح؟ حطينا على ايه ملح؟ انا نسيت ايه اللي حطينا عليه ملح. على الملح على الطماطم، على الطماطم عشان التخزين، عشان التخزين. والسكر للحلويات هو بيبقى التخزين بدل الملح. التخزين برضو، وللتخزين برضو في ناس انا قصدي يعني الحلويات بنحط عليها سكر، الحوادق بنحط عليها ملح. لكن البسله والليمون ما حطيناش ولا القلقاس. القوطه برضو بنحط عليه ملح سكر، عشان السكر ماده حافظه للطماطم. طيب احنا عندنا دلوقتي تقرير مختلف شوية عن تزيين تورتة الشوكولاتة، نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة النهارده هنبدا معاكم بتورتيه بلاك. ماشي، تورتيه بلاك هنقول لك مقاديرها وهنشتغل قدامكم تورتايه وهنفنشها قدامكم كل حاجه. تفتح التورتايه 3 راق، تورتايه مقاديرها هنحشيها، هناخد نديها مربى. تورتيه البلاك ديت مقاديرها 7 بيضات، ربع كيلو دقيق، ربع كيلو سكر، معلقه 50 جرام كاكاو، ورقه بيكنج باودر، ورقه فانيليا، ده كريم جانتيه، ده كريز، ده مربى. دي اول راق بيتحشي سهل جدا اهوت. هنحط له كريز من جوه الداخل، حشو بتاعه كريز حسب ما انت عاوز. برضك عاوز تحط كريز، عاوز تحط فاكهه، حسب ما ايه اللي انت تحبه. يعني دي يمشي كريز ويمشي فاكهه ويمشي مكسرات. ادي الرق التاني، هناخد مربى اهوت. الرقين خدناهم مربى.
هنمسح المربى كده على التورتيه كلها. ناخد الرق الكريمه تاني، هناخد شويه شوكولاته هندخلها من الداخل اهيت، هنقص التورتايه عشان ايه ما تدخليش في التورتايه من جوه. ادي التورتايه وهي بتتفنش كده، بتتغطس التورتايه اهي. لو عندك سكينه او طرنش مشرشر بتسحبيه كده. ادي التورتايه اتغطست، هنجيب الشوكولاته اللي احنا بشرينها هنحط من الداخل شويه، وادي الجنب بتاعه. ادي الشوكولاته، جبنا كيس الكريمه اهوت، هنحط فيه كريمه، وهندي دلوقتي الروزيتات او الورده على التورتايه. ده تورتايه بلاك، هنديها كريز. ممكن اهي مش هنقول مش هنحط واحده كامله، عاوز تديها فراوله، تديها كيوي، تديها بص اي فاكهه تشمل معاك اللي انت هتديها لها. هنجيب اناناس هنحطها هنا اهي، هنلف التورتايه بيها. وادي شريحه خوخ اهي اهي، تقطعين شريحه زي بعضيها هتمشي كده، وراها برضو جنب الخوخ الرولة بتاعتنا الجميلة اهي. نجيب كيوي اهو، مش هتقشر بالراحة برضو اهي، بس ان بالطرنش وكل حاجة شغالة. الكيوي بتاعنا جميل ده، بعد ما فنشناها دهنا الفاكهه بتاعتها والشوكولاته بتاعتها، ده الفينش الاخير خالص بعد بعد ان احنا فنشنا كل التورتايه اهي. ده بلاك فروست. رجعنا لحضراتكم تاني عشان نعمل اخر حاجه معانا، هي الطماطم الصلصه ازاي ان احنا نخزنها. مية اول حاجه حطت ميه اللي هي كنا سالقين فيها الطماطم بالبنجر، فالميه حمراء زي ما حضراتكم شايفين في الخلاط طبعا. وبعدين قشرتها، هي بتبقى سهله التقشير، بحطها طبعا في الخلاط. دي الميه يا جماعه للمطرح السلق. احط كده القوطه، واحط بقى نص معلقه سكر، نص معلقه سكر ونص معلقه ملح، ونص معلقه ملح. حابه بقى انت عندك تحطي شطه توم عليها على اساس تبقي سهله التخزين عندك. ايوه بتحطي طبعا عليها. كبرت في الخلاط كويس، بنضربها لغايه ما تتهري خالص الطماطم، صح؟ مش بتقطع قطع. هي كده كده بتبقى مهريه، وطبعا القشر طبعا ما بيبقاش موجود. يعني مش زي الفراوله كانت قطع صغيره. لكن دي بنضربها جامد. تمام. طبعا انتوا حضراتكم مش واخدين بالكم خالص ان الكاس بتاع السوبيا قل شويه صغيرين، والحقيقه فاضل فيه شويه صغيرين بس، لان انا اتسليت عليه كل ما نطلع تقرير بشرب شويه. السوبيا تحفه تحفه اختراع انها بالفراوله، وكمان مية قالت انها ممكن تتعمل بالمانجا برضو بتبقى حلو. بتبقى حلو قوي بالمانجا برضو. كده احنا برضو صفينا المية شوية. والكيس بقفله برضو حلو، وبطلع منه الهواء وبقفله بقى طبعا كده، واروح بقى شايلاه في الديب فريزر عندي او في الفريزر، واحطه بقى فوق بعض كده طبقات حسب الكميه اللي انا عايزاها. ده يتقلب في الحله ويتحط عليه البسله كده خلاص بقى. خلاص بقت الوجبه جانس. عندي سهله وبسيطه، وست البيت طبعا تقدر تحضرها قبل الفطار طبعا على طول يعني. احنا يعني نتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا من اللي احنا قدمناه النهارده. مي نورتينا وشرفتينا، ومي امين الشيف مي امين هي كانت ضيفتنا اللي عرفتنا على طريقه تخزين الخضار والفاكهه وطريقه عمل المربى وكمان السوبيا بالفراوله.
بكده خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة. إن شاء الله تحاولوا تطبقوا الحاجات دي، وفي حلقات جاية هيكون عندنا أفكار تانية جديدة وتقارير خارجي جديدة محضرين لكم في رمضان، حلقات مختلفة تماما. تابعونا لغاية ما رمضان يجي، وفي رمضان برضو تابعونا، واستنونا بكرة فريق عمل جديد مع حضراتكم كل يوم في طعم البيوت.